طبعا مشاهدينا خلينا نروح باتجاه آخر وفقرة أخرى من صباح الخير يا عراق، هي فقرة الأبراج والفلك مع علي البكري. مشاهدينا أسعد الله صباحكم بالخير، وقفة مع أبراج هذا اليوم لكن بعد الفاصل. أهلا بكم أبراج هذا اليوم الأربعاء الموافق 11 من تشرين الأول أكتوبر 2023. الآن القمر في درجة 9 في برج العذراء، إذا طاقة عالية يتمتع بها العذراء الثور الجدي والسرطان وأكيد العقرب. خلينا أيضا هذا اليوم المريخ في آخر درجة في برج الميزان، إذا يشعر بالتوتر أصحاب برج العقرب هذا اليوم، وربما ليس من الأوقات اللي قد تكون مميزة لهم هذا اليوم، لذلك ننتبه لهذه النقطة. أيضا مولود هذا اليوم يحمل خارطة رقم 1261، هذا المولود يحب التسلط، يحب أن يتخذ قرارات، سيكون صارم، أيضا قد يكون انقلابي على المواقف، ربما يتخذ موقف معك وربما ينقلب في وقت آخر، لذلك علينا أن نحسن يعني تربية هذا المولود إذا كان لدينا طفل في العائلة. إذا خلينا نروح إلى توقعات الأبراج لهذا اليوم. الحمل وقت ضاغط في مجال العمل، لكن هذا الوقت يحمل كثير من المميزات في أن نحصل على عمل، على وظيفة، ولكن ننتبه أيضا لعلاقاتنا العاطفية مع الشريك العاطفي هذا اليوم، وحذاري أن توقع على عقد رسمي. الثور في وقف يعني وقت مميز يعني عاطفيا، ماليا، مهنيا، إذا الأمور تبدأ بمرحلة جيدة جدا، عليك أن تستثمرها إلى أقصى حدودها وأن تبادر وأن لا تتوقف عن المثابرة هذا اليوم مع شعور نفسي رائع جدا. الجوزاء هذا اليوم نبدو روتينيين لكن لسنا بطاقة سلبية، ربما أفضل ما لديك هو أن ربما أيضا القيام بمبادرة في مجال عقار أو أيضا القيام بموضوع خطبة أو زواج. أصحاب برج السرطان العلاقات، ربما الاتصالات، السفر، التنقل، الحركة، ربما نكثر من أحاديث جانبية مع الآخرين، إذا تردنا اتصالات مهمة وقد أيضا نجتاز اختبار بنجاح يعني وتفوق. الأسد فرص المال تبدأ، وقت مميز ماليا، عليك أن تستثمر، عليك أن تنجح في اقتناص الفرص المهنية وربما تكلف بمهام جديدة، إذا هي بداية جيدة لأصحاب برج الأسد في الجانب المهني. العذراء طاقة مرتفعة جدا وإيجابية وآخذة ربما بالتنامي خلال هذا اليوم ويوم غد، وربما علينا أن نستثمر الوقت القادم بشكل أفضل في مجالات العمل، في مجالات أيضا أن البعض ربما عليه أن يهتم بصحته بشكل يعني واضح، وأيضا أن نتخلى عن بعض الأمور اللي فيها شراكة مع الآخرين. أصحاب برج الميزان نبدو في حالة ربما متقلبة ومتذبذبة، في جانب نستعد لإجراء تغييرات من حولنا في العائلة، في العمل، في أماكن معينة، مع الأصدقاء، مع الآخرين، لكن في نقطة أخرى ربما العلاقات الهشة ستنهار عاطفيا هذا اليوم والأيام القادمة، وربما أيضا قد لا نفي بوعودنا اللي قطعناها للآخرين، وأنا أقصد عاطفيا. العقرب وضع ربما جيد، هناك دعوة من محب، هناك دعوة من صديق، هناك أيضا اتصالات مكثفة، هناك فرصة للزواج، يعد أفضل الأوقات إذا ما تم اليوم للارتباط العاطفي. القوس نبدو في حالة جيدة في العمل، ربما أيضا نبرز ويعلو مركزنا الاجتماعي أو المهني هذا اليوم، وتزداد من حولنا أيضا الدعوات لإجراء ربما أيضا تغييرات معينة. الجدي فرصة للقيام بالسفر، فرصة لربما أيضا الارتباط العاطفي، ما أيضا هناك دعوة توجه للآخرين ربما للحضور إلى احتفال اجتماع، بعد نجتاز ربما اختبار فني بشكل جيد، وربما البعض يحصل على أيضا عمل وظيفي هذا اليوم. الدلو هناك مصروفات مالية وهناك أيضا فرص للمال، والبعض ربما يحاول أن يعيد يعني يتخلص من بعض الأعباء الصحية أو البدنية أو بعض الأمراض اللي رافقته خلال المرحلة القادمة، يستطيع من هذا الوقت القيام بذلك. أخيرا أصحاب برج الحوت، يعد من الأوقات المثالية في موضوع الزواج، نعم هناك عراقيل، هناك صعوبات، لكن كلما اتبعنا نظام السرية
والكتمان ستكون الأمور بشكل جيد ومسيطر عليها، وأيضا ربما ندخل بشراكات مع الآخرين، لكن حذاري هذه النقطة عليك أن تنتبه، عليك أن تدرس المشروع بشكل جيد وأن تنتبه لشركائك كي لا تقع في محظور أو في خطأ ربما يؤدي إلى مشاكل كثيرة. إذن بشكل عام هذا اليوم يعد من الأيام المميزة، أكيد الله أعلم بذلك. مشاهدينا عودة للزملاء لكن بعد الفاصل.